شحاته داوود جيد مكتب جنوب القاهرة. احنا وقفتنا دي ليس سياسية انما وقفتنا وقفة دستورية، وكل اللي نتمناه المساواة بين الموظفين بينهم ما بين بعضهم، يعني اللي في الطب الشرعي اخو اللي في الشرع العقاري اخو اللي في الخبراء، فياريت الكل يكون على طبقة واحدة وكلنا على مائدة واحدة، وياريت سيادة الوزير او مساعد الوزير ينظر لنا بنظرة العطف كده، هو ان كله يكون متساوي كلنا في مركب واحدة، عشان خاطر ما فيش مثلا تفرقة بين هذا وذاك والامور تمشي، عشان ما ننزلش الامور تعقي. احنا من يوم الثلاث اللي فاتوا احنا مضربين، بقالنا اسبوع. والله ان اتحققت المطالب النهاردة بكرة نشتغل، احنا ما رناش اي حاجة. احنا طول عمرنا ما هنعطل مصالح البلد، بس لما نشوف النهارده انت راجل اب ومعاك ثلاث اولاد تدي اثنين وتظلم الثالث، ده يعتبر ظلم. فاهمني؟ احنا حضرتك احنا مش عايزين حاجه من البلد، ده الدخل والايرادات بتاعتنا احنا، فاهمني؟ اللي احنا بنطالب بيه، احنا ما بنطالبش حاجه من البلد، احنا بل بالعكس بنساعد في البلد. ربنا يقويه وربنا يقف معاه كده، هو يقف جار الوقفات ويخلص الوقفات اللي هي الناس شغالة فيها ده، هيا ويحل مشاكل الناس، وده كل اللي احنا مطلوبين منه. الحكومة اللي فاتت برضه الحمد لله برضه اشتغلت كتير وتعبت، ونتمنى الحكومة اللي جاية تكون أحسن. السيد أحمد العربي الشهر العقاري، أي موظف شهر. والله هي المشاكل متعلقة بزيادة المرتبات والأجور والحوافز، لكن أصل المسألة ترجع لأن عندنا هنا إدارة عامة للموازنة. الإدارة العامة للموازنة فيها خلل كبير، يعني إحنا مش عايزين نقول في فساد مالي واستخدام مخصصات للشهر العقاري في بنود غير اللي قررها القانون أو غير اللي صدرت بها قرارات وزير العدل. لكن الإدارة العامة للموازنة ما بتاخدش اي خطوة ايجابية على مدار السنتين ثلاثة اللي فاتوا تعدل من الدخول والحوافز، وما بتطالبش الوزارة برضو بانشاء بنود جديدة او اوعية نقدر نسحب منها الزيادات، ملهاش علاقة خالص بالازمة المالية، الموضوع مش متعلق بازمات مالية خالص. ليه بقى؟ لان المخصصات بتاعت الشهر العقاري بتتاخد من الرسم نفسه، من الايراد بتاع الشهر العقاري. عند الرسم النسبي وعند الرسم اللي هو بيسموه اضافي المحاكم. القرار بتاع الوزير خصص للشهر العقاري 5% من الدخل، وخصص 50% من الرسم الاضافي. ال 5% من الدخل من الايراد اللي بيجيبه الشهر العقاري هو اللي بيصرف على الشهر العقاري، تمام؟ ال 5% دولت احنا نقدر ان احنا نزودها، بدل ما هم 5% من الايراد مش مكفين احتياجات الموظف، ارفع الرسم النسبي من 5% احتياجات الشهر العقاري من 5% ل 15%، كده انا حليت الازمه. لكن انا النهارده 5% عندي، بقالي 5 سنين بزيد زيادات من نفس ال 5%، الطبيعي ان ال 5% دي هيجي عليها يوم وهتخلص، لان انا مثبت الوعاء اللي بسحب منه الزيادات. لا ان شاء الله ما فيش تصعيد، هي اصل الازمه مش موجوده، يعني هي الأزمة دي بخصوص زيادات، إحنا لا هنصعد ولا هنوصل، ومن العقل إن إحنا ما نصعدش. الرسالة للسيد المستشار الوزير الجديد بقول لسعادته نرجع لإدارة الموازنة والميزانية الشهر العقاري، والحل بيكون قانونه في إيد سعادته هو، صدور قرارات جديدة بتعديل الهيكل الخاص بالموازنة بتاعت الشهر العقاري. ده بجانب ميزانية الشهر العقاري لابد ان هي تزيد عشان توفي بالاحتياجات. طول ما احنا ثابتين على نفس المخصصات اللي وردت في القرار 33-22 سنة 86 بتاع وزير العدل، والحالات اللي هي قررها هذا القرار للصرف، لا كده مش هننفع، هنفضل نزيد وما فيش عندنا مسميات ولا بنود جديدة، فلابد من التعديل. لا الحكومة اللي فاتت ما كانتش بتضيف اي اضافات في اي حاجة خالص، هي حكومة ثابتة لا تقدمت ولا اخرت عن الوضع، بالعكس هي حكومه زي ما جت زي ما راحت. ده الراي بتاعي. انا الحاج شعبان منصور. بتشتغل في الشهر العقاري ولا لا؟ انا على المعاش، بس ليا طلب اشهار حق ارث
تبع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وأنا مقيم في القاهرة، بروح الشرقية وآجي. الناس هنا بيقدلنا طلباتنا على الوجه الأكمل، لكن لسه في استكمال إجراءات. طبعا أنا الناس ديت بتتعب فعلا صحيح، ومش هم بس مصلحة الضرائب، الناس اللي هي ماسكة مؤسسات الدولة كلها يجب ان احنا ننظر لهم، يجب ان احنا ننظر لهم، عشان احنا حقوقنا بتضيع بسبب المواضيع دي. طبعا انا مضرور منهم، بس انا رخر كمواطن وانسان، وهم بشر زيي مشاركين معايا في الحياة، لازم ياخدوا حقوقهم. بس ده اللي انا اطلبه، واطلب من ربنا سبحانه وتعالى يصلح حال مصر وشعب مصر وجيش مصر وشرطة مصر، واحنا نحاسب نفسينا ونجتهد ونشتغل وننتج وندعي الله ان ربنا يصلح حال الأمة. نعم، عايز كلمة حق. انا ما شفتش حكومة عادلة من ايام حسني مبارك ما مسك لغاية اخر حكومة دلوقتي. احمد صلاح الدين اسماعيل، موظف شارع عقاري. لا احنا بقى لنا اسبوع من يوم الثلاث اللي فات، احنا عايزين بالنسبه للحوافز قليله عايزينها تزيد والمرتبات بس، وعايزين نمشي الساعه 3 عشان هم في الطب الشرعي بيمشوا الساعه 3، واحنا بنمشي هنا الساعه 5، عايزين نبقى زيهم يعني. لا احنا مالناش مطالب تانية، احنا عايزين عايزين الوزارة ديت يعني الوزير الجاي جديد دوت يعني يبقى فيه عدل كده بين الشهر العقاري واي وزارة جديدة واي وزارة تانية.